كيلوباترا. كيلوباترا ملكة مصر القديمة وواحدة من أشهر الحكام في التاريخ. يتردد صدى قصتها لما مثلته في مجتمع يسوده الذكور في عصر كانت فيه مصر تخوض معارك داخلية وخارجية. حكمت كيلوباترا البلاد وأثبتت أنها قائدة قوية كأي من نظرائها الذكور. كانت ذات ذكاء خارق لحاكمة أنثى تكلمت اللغة المصرية وعرفت العديد من اللغات والتي أكدت حقها في حكم مصر ومناطق أخرى. تزوجت كيلوباترا شقيقها البالغ من العمر 10 سنوات، ولكنها لم تتمكن من العيش معه، ليقوم أحد أصدقاء أخيها بإخراجها من مصر، فأعادها يوليوس قيصر وأعاد لها العرش. كان قيصر يكبرها ب30 سنة، وقد أحبا بعضهما وأنجبا ابنهما سيزاريون. بنت كيلوباترا علاقات قوية بين مصر وجمهورية الرومان التي كانت قوية جدا. بذلت جهدها لإيجاد تحالف قوي مع القادة الرومان، وقد عرضت عليهم دعمها المادي والموارد كالقمح، البواخر الحربية والجنود. بعد مقتل قيصر أحبت أنطونيو ووقفا معا ضد أعداء مصر. أنجبا 3 أطفال، توأم هما الإسكندر هيليوس الشمس وكيلوباترا سيلين القمر، وطفلا ثالثا اسمه بطليموس فيلادلفوس. انتحرت كيلوباترا بسم الأفعى عند موت أنطونيو بين يديها، لتترك أولادها الذين لاقوا مصيرا محزنا. كانت كيلوباترا آخر فرعونة لمصر، والتي عرفت بجمالها وذكائها وسحرها.